أهلا وسهلا بكم من جديد مع فيديو آخر. راح نتكلم عن هذا الفيديو بصلاحيات ومسؤوليات المناطة إلى شعبة التجيل. نفس الفكرة اللي تكلمنا عنها في السلسلة نفسها، فيديوهات سابقة عن الأدمن، الواجهة، وحدة التجيل، شعبة التجيل، الواجهة، نفس الواجهة بخصوص وحدة التجيل، لكن الصلاحيات كما مبينة دائما كما ذكرنا في الفيديوهات السابقة تكون في أقصى اليمين. من خلالها نعرف المسؤوليات والمهام الموكلة إلى كل جهة. في شعبة التجيل هناك إمكانية إضافة البيانات الشخصية لكل طالب، تصدير البيانات إلى ملف إكسل أو استيراد البيانات والبحث عن الطالب، راح نتكلم عنها بشكل تفصيلي. في الخيار الأول هو إضافة البيانات الشخصية لكل طالب، سوف تظهر لنا هذه الواجهة. من خلالها إمكان إدخال الاسم الأول للطالب، اسم الأب، البيانات الشخصية، اسم الجد، اللقب، كذلك نوعية القبول، نوع القبول سواء كان قبول عام أو موازي أو للموهوبين أو كان خارج العراق. نوع الدراسة هو صباحي ومسائي، بإمكانية اختيار الكلية. نحن في الفيديوهات السابقة أحد الكليات اللي دخلناها كمثال هو المعهد التقني الموصل. إمكانية اختيار القسم، هوية الطالب الجامع، تاريخ القبول هو يرجى الانتباه له هو الشهر ثم اليوم، بعد ذلك السنة، سنة التخرج والجنس والديانة والتفاصيل الأخرى اللي تخص الطالب، منها رقم الهاتف ومجموع الإعدادية والرقم الامتحاني. نوع الإعدادية تطبيقي، أحيائي، علمي، أدبي، مهني، تمريض أو يكون خريج معهد. إيميل الطالب، بإمكانية حتى الطالب إذا كان هناك فقدان لكلمة المرور، إمكانية إرجاع الشاشة أو التطبيق الخاص للطالب كاسترجاع للباسورد الخاص به وكلمة المرور، سوف تعطى من قبل شعبة التسجيل، لكن إمكانية الطالب تغييرها مستقبلا. من الخيارات الأخرى كما ذكرنا هي تصدير البيانات إلى ملف إكسل واستيراد البيانات، يعني مثلا هنا عندنا بيانات قد تكون، هو اختيار الملف الرجوع إلى الحاسبة، اختيار نوعية الملف واستيراد البيانات أو تصدير البيانات. البحث عن طالب، هناك سوف يكون هناك خيارين عن البحث عن طالب، إما عن جميع الطلاب أو الطلاب حسب الاسم. إذا أدخلنا عدد من الطلاب هو عدد 6 طلاب بصورة افتراضية حتى إمكانية شرح الفيديو وتوضيحه بصورة أكثر. مثلا سوف نختار جميع الطلاب مجرد البحث عنها، سوف تظهر حسب القسم وحسب الكلية، وإمكان تعديل القيد، هنا اسم الطالب، رقم الطالب الجامعي، الكلية والقسم. هذا كل ما أود أن توضيحه عن المهام الموكلة إلى شعبة التسجيل. نلتقيكم إن شاء الله في فيديوهات آخرة نتكلم عن مهام أخرى وصفحات أخرى بخصوص الطالب أو اللجنة الامتحانية. شكرا لكم لحسن الاستماع.